السلام عليكم وليداتي يا بنياتي. اليوم غنشارك معكم واحد الأكلة مغربية هي الكسكسو. تنحتاجو اللحم البقري والبصلة مطيشة قبيطة هكذا قزبر ومعدنوس. نحتاجو نص كيلو كسكسو، جوج قرعات خضري، نص كيلو قرعة حمراء، ثلاثة الفتة، نص كيلو خيزو، جوج مزيودات ديال الحار، شوية الزبيب باش نديرو الكسكسو باش نزينو بيه، ونص كاس باش هاد المقدار ديال الزيت ديال الزيت الزيتون، وشوية السمن البلدي حار، والزعفران شعرة، والخرقوم والكركم، والبزار، وقدر من الملح. وبقى معايا باش نوريكم الطريقة. دابا غادي ندوزو الطريقة بالزيت. بسم الله، غنجرب بحال هكا. دابا نديرو البصلة، بارد من الروبيني ما يكون طيب في الكاسرونة قرب بحال هادي. انا درت الماء طيب ماشي بارد. والخضر من بعد تيغلي ملي يبدا يطيب ويطبخ عاد باش ندير الخضر. هي مغسولة نظفت من بعد خليكم معايا. الخضر اللي بقات لينا هو تيتوقف بعد ما غسلنا قشرناها وغسلناها، ودابا غادي نرميوها قطعنا على هذا الشكل. غسلنا القرعة نرميوها من بعد حيت القرعة ما فيهاش ديال بزاف. نرميوها من بعد. طريقة ديالنا ديال
هو معايا. بسم الله، دابا غادي نحضر الكسكسو ديالنا. بسم الله، كما شفتوا هكذا، ما تخافوش ما نغسلوش حيت الميدون حيت ما كاين حاجه. بسم الله نصفيه. يبغي يدير فيه شويه الملح ديالو، انا ما غاديش نديرش الملح، نخليه يشرب. صافي دابا غادي نخليه يشرب، من بعد تشوفوه معايا. بسم الله، الكسكسو شفتوه كيفاش ولا كيفاش شرب. بسم الله، واخا غسلناه ما كاين حتى شي مشكل، ما تعجن لا والو. الله، درنا ليه لا زيت لا والو. ها هو مازال غنعاودو نفورو ونعاودو، مكاين مشكل. عرفو في التعويض ما تقولوش ليا الما باش ما يتعجنش. هداك ليلة زيت، انا ما تنديرش الزيت في الكسكسو، ما تقويش الزيت. صافي ها هو شفتو، غادي بسم الله نفورو الكاس ديالنا. ما كاين حتى شي مشكل، اللي فوق نرميو الزرعة ان شاء الله نوريكم كيفاش ولا. هذا رميو القرعة الحمراء قاصحة شوية أكثر من الخضرة. بسم الله، مرة أخرى إن شاء الله نعاودو مرة أخرى. دابا نعمرو الكسكسو ديالنا، نعاود نطوروه باش نعاودوه المرة الثانية هو كيدير. بسم الله، نرميو القرعة الخضرا ديالنا. بسم الله، نرميو هادي الزيودات، وعندها كيتهرسو على الوليدات الله يحرم لما الكسكسو.
القدره ديالنا هي الاخرى باش نعطي التسع تاع الطيب. خليكم معايا باش تشوفوا من بعد. بسم الله نعاودوا المره الثانيه. خليه شوية يشرب. غادي نعمرو الكسكسو ديالنا المرة الثانية، غادي نعمرو باش يفور المرة الأخرى. بسم الله. زاد تبارك الله. عمر الكسكس نعملو من الفوق. بقى معايا دابا غادي نديرو الزبيب لي بقى لينا نديرو من الفوق باش يسخن مزيان. بسم الله. طاب الكسكسو ديالنا دابا نديرو ليه ريحو بالسمن ديالنا من الحار. نديرو بالسمن الحار باش هيتكم فيه ريحتو شحال زويونه. دابا المرحلة النهائية ديالنا الكسكسو هو ديالنا صافي هو جاهز. كيف ما شفتو ولا تنقدمو بحال هكا وكل كيقدمو كيف ما بغاو. وشاركو معايا في القناة ديالي، مرحبا بكم في القناة ديالي وشاركو معايا في القناة ديالي ودعموني وديرو ليا اللايك وباش نقدمو الجديد ان شاء الله. الله يجزيكم بخير والله يعاونكم والله يحفظكم والله يسهل عليكم والسلام عليكم.